بكفوف حمراء وسترات مكتوب عليها أوقفوا تمويل الإبادة. قطع محتجون جلسة استماع لوزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في الكونغرس حول زيادة الدعم الموجه لإسرائيل بسبب هتافات المتظاهرين بإنقاذ أطفال غزة ووقف إطلاق النار الآن. اضطر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتوقف عدة مرات عن الحديث إلى حين قيام الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة، حيث وقف أحد الحضور وشرع في الصراخ والهتاف أمام الموجودين في القاعة، مذكراً باتفاقية جنيف التي تحظر قصف المناطق المكتظة بالسكان. كما هاجمت طفلة أمريكية بلينكين خلال طلبه مساعدات لإسرائيل مطالبة بوقف الإبادة بحق أطفال غزة. هذا ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة باللون الأحمر رمزاً إلى إراقة الدماء في قطاع غزة، ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف أوقفوا إطلاق النار الآن. جلسة في الكونغرس الأمريكي كشفت مرة أخرى عن تنامي الغضب الشعبي من مشاهد القتل والدمار والتنكيل بأهالي غزة بعد أن خرجت مظاهرات حاشدة في عواصم العالم تطالب بوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، ما يضع حكومات الغرب الداعمة لإسرائيل أمام اختبار حقيقي للاستماع لمطالب شعوبها.